السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم النهاردة ماس جيومتري فوكابس. هنركز على الجيومتري بس النهاردة. أبسط حاجة ممكن نقولها إذا كنت عاوز أرسم مثلا شكل زي كده، دي كده تعتبر مجرد لاين سيجمنت. اوكي، نوضحها بس شوية. دي هنسميها لاين سيجمنت، طبعا لاين سيجمنت بيبقى لها بداية بيبقى لها نهاية كمان، اللي هم النقطتين اللي في الأطراف دول. ممكن نوضحهم أكتر. هنقول زي كده، كده احسن. يبقى انا عندي هنا اللاين سيجمنت، هنقول هيبقى لها طرفين. ممكن نسميهم اي حروف كابيتال، مفيش مشكلة، اي بي سي دي اي حاجة. المهم انها التوتال اسمه لاين سيجمنت، والطرفين دول بنسميهم تو تيرمينالز، وهنديهم سيمبل زي اي اند بي كابيتال. نشوف منظر تاني وهنقول عندنا ممكن يبقى عندي ار واحد زي كده، بس في الحالة دي بنسميه ايه بقى؟ هنسميه ري. اوكي، يبقى دوت ري. ممكن نديله لون تاني اهو، اللي هو اللون الاحمر. ادي اللون بتاعه، وخلي ده كمان باللون الاحمر اهو. الحاجة التالتة، انا ممكن ارسم حاجة اسمها ستريت لاين بالمنظر ده، نخليها كده بالازرق. بس الستريت لاين طبعا بيبقى فيه تو اروز من ناحيتين، دوت يعتبر ستريت لاين، او ممكن نقول عليه لاين كده وخلاص. عايز تقول عليه ستريت يبقى ستريت لاين بالمنظر ده، ونديله نفس اللون اهو. يبقى انا كده عندي ثلاث مصطلحات: لاين سيجمنت بيبقى لها بداية ونهاية، ري بيبقى له بداية بس ملوش نهاية، الستريت لاين طبعا ملوش لا بداية ولا نهاية. تمام، يبقى احنا بنتكلم في ثلاث حتت، في ثلاث نقط: لاين سيجمنت، عندنا ري، عندنا ستريت لاين. اللاين سيجمنت هيبقى لها بداية ونهاية، اللي هم بنقول عليهم انيشال بوينت واند بوينت. اما بالنسبة للري هيبقى له بداية بس، بالنسبة للستريت لاين ملوش لا بداية ولا نهاية. نتنقل على حاجة جديدة. عندي تلات اشكال كمان: الريكتانجل، اوفل، اند سيركل. الريكتانجل اللي هو بنسميه بالعربي المستطيل. لو حبينا نرسم الريكتانجل، حاجة بسيطة جدا، لازم برسم شكل زي كده. هيبقى four sides، وهيبقى عنده كمان four angles، ماشي، وهيبقى كمان عندي كل angle منه هيبقى 90 degrees. يبقى rectangle عبارة عن شكل رباعي أو quadrilateral، عنده four sides، عنده four angles، والangles الأربعة بيبقوا 90 degrees. بالنسبة للأوفل اللي هو الشكل البيضاوي، ده هنرسمه ازاي؟ تعال نشوف. طبعا الشكل البيضاوي غير السيركل. اذا كنت عايز ارسم شكل بيضاوي، هذا المنظر بتاعي او ده الاوفل. تمام اهو، ممكن نديله لون تاني. ونقول انا عندي هنا دي اوفل. ممكن طبعا العكس يجي الشكل بالمنظر ده اهو، ديت اوفل برضو. تمام، عاوزين مثلا نرسم سيركل، هنقول عندنا السيركل هتبقى بالمنظر ده،
اهي طبعا فرق كبير ما بين السيركل والاوفل. تمام، السيركل من ضمن الحاجات اللي انا لازم اعرفها السنتر او المركز بتاعها اللي هو البوينت اللي في النص بالظبط، وفي اشياء تاني برضو متعلقة بيها زي الراديوس او الرادياي، في حاجة تانية زي الديامتر وهكذا. نشوف ثلاث اشكال كمان، نراجع بس دول الاول ولو سمحتم هنتكلم. لازم مهم جدا احفظ السبيلنج بتاعهم. اول شكل اللي هو ريكتانجل، ريكتانجل. الشكل الثاني اوفل، اوفل. الشكل الثالث اللي هو سيركل، سيركل. ريكتانجل، اوفل، سيركل. نتنقل على حاجة جديدة. بنكمل مشوار. في طبعا عندنا حاجة مهمة جدا اللي هو المثلث، هنسميه تريانجل، تريانجل. والمثلث لما نحب نصنفه بنقول ممكن كل الصيدات تبقى مختلفة، يعني في صغير في كبير في وسط، عشان كده هيسموه سكيلين تريانجل، سكيلين تريانجل اللي هو البلاك. تمام، النوع الثاني هنسميه ايسوسيلس تريانجل اللي هو متساوي الساقين، بيبقى فيه صيدين ايكوال بعض انما الثالث مختلف عنهم، يبقى في اتنين ايكوال واحد مختلف، ايسوسيلس. الشكل الثالث او المثلث الثالث او التريانجل الثالث هنسميه ايكولاترال تريانجل، ايكولاترال تريانجل. هنلقى فيه 3 سايدز، الثري سايدز ار ايكوال ان لينث، يعني مفيش سايد اكبر من التاني. لو في واحد مثلا 5 سنتيمتر يبقى التاني 5 سنتيمتر، يبقى التالت 5 سنتيمتر. تمام، نرجعهم كده من تاني. اذا كانت الاضلاع مختلفة، if the sides are different، اذا كانت الضلعين متساويين واحد مختلف فده بنسميه two sides are equal، ودوت كل الصيدات are equal. النوع الاول هنسميه scaling triangle، النوع الثاني هنسميه isosceles triangle، النوع الثالث بنسميه equilateral triangle. تمام، scaling، isosceles، equilateral. تمام، نتنقل على حاجة جديدة. ثلاث اشكال جداد والثلاثة مهمين جدا، اللي هم الباراليلوجرام، باراليلوجرام، رمبس، سكوير. باراليلوجرام، رمبس، سكوير. ازاي هنفرق ما بين الثلاثة؟ كالاتي. وانا موجود جوه برنامج الوورد انا ممكن ارسمهم. بنقول كده انسرت، بعد كده نختار كلمة شيب. في الباراليلوجرام ادي المنظر اللي قصادي اهو، ده باراليلوجرام، ممكن ارسمه كده، ممكن ارسمه كده اللي يعجبني. بيبقى المهم every two sides opposite are parallel، كل صيدين قصاد بعض لازم يبقوا parallel بعض، ده الباراليلوجرام. الرومبس هو نفسه الباراليلوجرام، بس لازم الصيدات كلها تبقى ايكوال، يعني لو حبيت ارسم باراليلو رومبس هرسمه بالمنظر ده. ايه الاختلاف ما بينه وبين الباراليلوجرام؟ في الباراليلوجرام هل هنا في عندي تو اوبوزيت سايدز ايكوال وباراليل مثلا، وهما الاثنين طوال، وفي كمان تو اوبوزيت سايدز اللي هما الصغيرين دول برضو بيكونوا اوبوزيت وباراليل، يبقى في اتنين طوال وفي اتنين صغيرين. ماشي، ده بالنسبة للايه، للباراليلوجرام. بالنسبة للرومبس لا، انا هل عندي كام سايد؟ هل عندي 4 سايدز، هما الاربعة ايكوال بعض، هما الاربعة ايكوال بعض. السكوير طبعا مشهور جدا، انا ممكن اجيبه من الريكتانجل واقول هو عبارة عن ايه، عبارة عن ريكتانجل بس كل الصيدات برضو ايكوال بعض اهو، هو ده السكوير. وكده دي مجموعة فوكابس بسيطة، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت تدعمونا باللايك عشان نشوف اكتر. سلام.